السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، صباحكم زي الفل. معلش اتاخرنا عليكم، بس ان شاء الله رجعنا لكم بطريقه ست جديده مع ناس جديده وناس طيبه ومكان لاول مره هيظهر ان شاء الله على اليوتيوب. خليكم معانا ان شاء الله، يومنا جميل والله كريم. هديك صوره كده. اي صح، يوم الصوره الشمس ما تجيش في الخيال. ها انا هجربه دلوقتي. اي يا عم ان شاء الله. طبعا جبنا شعر هيشد الحتاب. حصل طبعا. معانا احمد، ده المعلم بتاعي. احمد هو اللي معلمني الصيد هنا يا جماعه. ابو مسعود طبعا اخويا وحبيبي، عشره طيبه، عشره سنين. احلى تحيه ابو مسعود. ندي فكره كده بس يا جماعه عن المكان. احنا هنا ان شاء الله في اخر نهر النيل، احنا بين بغاز رشيد وبين ادفينه. طبعا المايه اللي احنا فيها دي طبيعه الجغرافيا بتاعتها ان هي مياه مخلطه، بيمر عليها كل يوم مرحلتين طبيعتين اللي هم عمليه المد والجزر. فبالطبيعي طبعا ان دي المايه دي بتتخلط من البحر، لما بيحصل مد من البحر بيخلط المايه دي بالمايه المالحه. طبعا لما بيحصل الجزر المايه دي بتروح لايه؟ للبحر، زي ما احنا كنا قايلين الكلام ده قبل كده. ان شاء الله احنا في بداية جديدة الموسم البوري ان شاء الله. طبعا احنا بنصطاد في مياه حرة، ملناش دعوة باي حاجة، بنعمل علفات بالعيش هنوريها لكم دلوقتي، وربنا المستعان ان شاء الله يومنا جميل. الله كريم يا شباب، خليكم معنا. طبعا في ملحوظة برضو عايز نقول لكم، ان كده في الجنب ده كده دي قناطرة فينا. قناطرة فينا طبعا كفر الشيخ. مية البحر، المية بتاعت النيل بتتحجز في القناطر ديت، فلما بتبدا يزيد المنسوب بتاعها ويرتفع ويبدا يحصل مثلا غرق او ضرر، بيبدا يصرف ميه النيل ديت في ميه البحر بالطريقه دي. طبعا احمد اهوت ايه بدا يحضر شويه العيش. احلى تحيه يا ابو حميد، منوعات رحاله، بتحييك يا ابو حميد يا غالي. هتعمل ايه بقى تاني كده؟ هننزله بقى بالعيش. طبعا ده شويه يا جماعه حاطين فيه حجرتين وبنزفر فيه على اول القفص كده. ده يا جماعه كده ايه، بنجمع بقى البوري عليها. الله اكبر الله اكبر، الاثنين راحوا الحمد لله. هاي طبعا احنا بنحط العيش يا جماعه بالطريقه ديت كده في العيشات دي. العب يا ابو حميد، يلا بسرعه دي يا كريم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب رزقنا. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لنا لايك دعما للفيديو، ولو اول مره تشاهدونا اشتركوا عندنا في القناه وفعل زر الجرس على الكل حتى يصلك مننا كل جديد. طبعا دي كده ايه، ميه حره زي ما انتم شايفين. جنب العيش بقى يا جماعه بنحطه ايه؟ بنحطه علف. العلف ده ايه يا احمد؟ مكرونه ارجيعه تحطيط كده. مكرونه على ردة او اللي هي الرجيعة. وايه تاني يا احمد؟ يا عم انا عرفت السمك اللي راحوا ده. وزفر لنا بالماء. ها؟ وزفر راح. العب يا ابو حميد. يا رب يا هادي هات السمك الناحية دي. انت هتجيب سمك باقي. ان شاء الله. كده دول علفتين اهمت. الله كريم يا احمد. الله كريم، صلاة النبي عليك. ولا عمك محمد معايا حتحط في الحنك يا لا. ايوه بصوا يا اخوانا، ان شاء الله ده دود ارض ميت كان عندي في الفريزر. انا يعني لما حسيت ان انا مش هنصطاد بيه شلته في الفريزر عشان نعمل بيه ايه؟ عجينه. هنعمل دلوقتي عجينه زفره بدود الارض، هنعجنها ونوريها لكم عشان ما نطولش عليكم ان شاء الله. نحط طبعا دي بعد كده، انا بنحاول نخفف العجينه على قد ما نقدر عشان نلمها ايه بدقيق في الاخر. بنعجن العجينه كلها في بعضها يا جماعه لحد ما بنخليها ايه لزجه شويه كده، وبنعجن برضو معاها عجينه ميه ودقيق بس. بنجرب ديت وبنجرب دي، ولما السمك بيجمع كل العجينتين بياكلوا. هل محمد يا
الله اكبر يا مايا. الله اكبر، الله يحدد عليك ابويا. احلى صباح يا كبير، ربنا يرزقك الخير. الله اكبر الله اكبر، حلاوتك يا احمد. صلاة النبي صلاة النبي. العب يا ابو حميد يا غالي. الله اكبر عليك الله اكبر عليك. احمد يا جماعه يلا ابويا جاي، معلش يا ابويا الدور الجاي. الله ينور يا احمد. احمد يا جماعه معلمي هنا، هو اللي بيعلمني الصيد. بص احمد بيصطاد بايه؟ بعود طول ايه؟ العود ده متر ونص وخيط 4 متر وشغال، الله يسهل له الحال. الله يبارك في عمرك يا احمد. يلا يا بسلك سمكتك. طبعا يا جماعه ايه، احنا هنشتغل بنفس العده اللي كان احمد شغال بيها، بس على ايه؟ على بوصه بتاعتنا. دول طبعا شلتين مربوطين بالطريقه دي، ودي عجينه عباره عن ميه ودقيق بس. ناخد الشلات كده، نيجي ايه نلفه في العجينه كده بالمنظر ده كده، بيطلع معايا كده. وبنيجي ايه متوكل على الله، نازل ايه نازل بيه كده جنب الاقفاص في الميه الحره. على رمشه بقى يا جماعه او على غطسه نيجي ايه نيجي ضربيه. يعني هي كده كانت مني وانا صبرت، المفروض ما كنتش نظبط. تضرب طبعا وتيجي ايه طالع لفوق كده. ان شاء الله لو جت حاجه هنصورها لكم. احنا كده كده ربنا كرمنا وفي فيديو تاني ان شاء الله، انتظرونا. الله اكبر، حطها هنا. ما شاء الله صيد احمد ده يا جماعه، والله ما شاء الله لا قوه الا بالله. احمد هو الصيد، احمد ده معلمي، هو اللي بيعلمني هنا عشان كده. احلى تحيه لاحمد، مش هتمسي على منوعات رحاله؟ وقول احلى تحيه لاحلى منوعات رحاله. احلى تحيه، احلى تحيه لاحلى منوعات رحاله. يلا 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 حطها بقى في الجردة. ما شاء الله عليك احمد. يلا انزل بقى ورينا هتصطاد ازاي. مية مية والله، لا مية مية الصراحة. معلم احمد استفتح لنا هو. سمك يا احمد؟ جاب سمكه. من نور جت جبت سمكه كبير. العب علي. ايش عليك يا احمد. ماشي. زي ما انت كنت مكسر لنا برضه اهو. نجيبوا لك واحد يا عم. شوف احمد سايب صحابه وسايب الدنيا وحالته. وقعد معانا. لا وربنا ما كنت انت جايبها هي. ايوه. فراح احمد امي كان حل وحدينك هيك. كله في الفرح في العفش. ايوه. التصفير ده يا جماعه. ايوه. ميه بدقيق بيغسل ايده ومنه بيزفر برضه. السفنج على طول. على السفنج، اديله سفنج يا سفنج. الميه تمشي توقف الشعر الفكي. ايوه. تقوم انت نجل تاني. صح. هي الميه دي لو هدئت ربنا هيكرمنا احلى كرم هنا. سيبوا لنا خمسة بس شغالين. كله بوانو. العب.
العب يا كبير، اديله اديله في البطيء. صلاة النبي عليك. العب يا ابو مسعود يا جامد. الله اكبر. الله اكبر عليك يا ابو مسعود. انا نفسي اجيب لك شويه سنه كمان يا عم. الله يعزك والله ما يشغلك. لا صدق عليك. لا لا. كل الكلام اتقال على عشرة الانداء. ايوه ايوه، على الواحد بتعلمش ببلاش. قفلك انت الراجل ده يا كريم يا رب. اديله يا عم ربنا عينيه بس ما نمتش. صلاة النبي. يلا واحدة بقيتش واحدة كده حتى تفتح النفس. اللهم لك الحمد يا رب على اللي انت بتجيبه. الحمد لله والشكر. الله اكبر الله اكبر. صلاة النبي. ماشي يا عم حلو. صلى على النبي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي. شوف بقى ربطة 13 رئيس. ماشي زي ما انت بتعملها ما تنفعش، لازم يبقى هزاز كده عشان الواحد تطعم حته صغيره وتطعم حته كبيره. ها ما تجيش تشفطها من بعيد. هاي سبحان الله، دي مدرسة البوصة يا جماعة. مدرسة سيد مدرسة النجارة. مدرسة النجارة والله. لا هي مدرسة سيد البوري ببوصة اليد. اهو كبرت شوية يا كريم يا رب. العب يا ابو مسعود. تمك الليل يا جماعة. هو يعني أحجامه حلوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإن شاء الله مستنيين حاجة تقيلة يعني. برموه. أيوة أيوة رحمة أمي زي زمان. سواء الفل أو سواء. هو ما خدش على الشلة المقطعة، ما خد تحت. الله كريم يا شباب. عند أبوك بقى. ودي عند ابوك يا عم. ماشي هات هدية منك يا عم. الله اكبر. لا لا شدي يا عم. يا ابني اصبر، هي المتعة كده يا ابني. هنعمل لها هي تجيلة برضو، عايز تاخد وقتها. ايه يا حبيبي؟ ايوه ابو يحيى. ايوه حبيبي. ايوه ابو يحيى. صلاة النبي يا شباب. ايوه يا ابو يحيى رد عليك. العب. لا لا جبنا لقطه احنا وهو. ها؟ جبنا لقطه. يلا لقطه يلا. كده يا جماعه شغالين بعجينه الدود على فكره. ده كده عجينه الدود. والله سلك يالا كان برجي يالا. ده انا عملت الشوليت فوق عالي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تعال يا بطوطة
تعالي يا بطوطه يا حلوه يا زغنطوطه. الله اكبر يا شباب. تعالي يا بطوطه يا حلوه يا ايه يا زغنطوطه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السمك جمع اهو ان شاء الله، ان شاء الله تبقى مجزرة مجزرة. يا كريم يا رب. انت رايحة فين؟ يا مساحق شوية سمك حلوين عمت والله كريم. كده الشغل ده بقى يا جماعة كده بعجينة الدود، تبقى العجينه كده فيها حنش الطعم ملفوف عليها. هنوريها لكم دلوقتي ان شاء الله في مقطع. لو لسه معانا طبعا ما تنساش تدعمنا بلايك عشان الفيديو ينتشر، وتشترك عندنا في القناه وتفعل زر الجرس على الكل. الله أكبر. تعال يا حلو. يا رب يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. صلاة النبي. تعالى يا حلو، تعالى يا مدلع، تعالى يا حلة أبوك وأمك. واخده على السنار اللي تحت يا جماعة، بصوا السنار اللي تحت. سمك حلو يا جماعة. الله أكبر. تعال يا حلوة. لا ما تتنططيش كده، رايحة فين؟ رايحة فين؟ أنت انضربتي خلاص، هتروحي فين؟ أنت انضرب. عجينة الدود دي يا جماعة، عجينة الدود السحرية. على فكرة وانا ما نقصدش نخترع حاجة،
الفكره ان ايه، ان ده دود انا عارف ان انا مش هنصطاد بيه، فبنجمعه يعني يجي اوانه بتاع كلام من ده. الله اكبر، تعالي صغيره. ماشي هنعمل لك ايه؟ حد قال لك تعالي؟ حد قال لك كلي يا اختي؟ يلا ما تخافش، يلا صغيره خد طول، عايز طول طول. لا يابا اشتغلت الشغل بتاعك، بس انا عملت عد انا على مزاجي يعني. والله نفس الفكره بتاعتك، بس انا ظبطت الرابطه وظبطت كل حاجه و... وعملت بقى عجينه، خلطت عجينه جديده وبتاع يعني. وهي كده كده السمكه حضرت. ايه اول حاجه عشان ننزل بس تحت؟ هو كان الاول احلى في التصوير، بس انا عشان ناخد الملكه اللي تعسر رجعني تاني. رجعني ما طلعني قدام سنة بس. بص احمى الفكرة فيه، عايز ننزل النزلة دي، عايز ننزل كده. ننزل فين؟ عند العياشة بالظبط. رد لي وقول لي انت من الخوالجة؟ انا فكرتك في منصب الخوالجة. اي في منصب هنا بتاع الخوالجة بره. اه والله والله بتاع الخوالجة. اي الله قلتها انت. السمك صغير صغر ليه كده؟ هات عنك انت بقى عشان ما تعورش، هتبرجلني. بسم الله الهادي. طب ايه؟ الله اكبر. لو انت مكانها هتعمل حاجه ولا هتعمل اي حاجه؟ ده رزق ربك اللي بيبعتهولي. طب ما انت الصبح كنت بتاخد سمك وانا ما بناخدش. حصى ما شاء الله كله على المباشر يا جماعه. طبعا احنا معكسنا التيار. التيار ده بصوا يا جماعه، انتوا شايفين الفيلا بتمشي. طبعا احنا كده اصلا نعتبره ايه، في البحر. التيار ده يا جماعه من العيون بتاعت الدفينه. اللهم صل على النبي. ابو ايه عمال بيرد عليا بالتقيل ازاي، عمال بيعلم عليا بالتقيل. انت عاملكوا على المباشر ان شاء الله. طبعا احنا قاعدين بالصبح برضه يا جماعه عشان يبقى عندكم خلفيه، يعني اعتبروا الاستباحه معانا كانت تعبانه. لو كنا احنا زهقنا ومشينا كناش هناخدوا السمك ده. مع البركه كده يعني ايه، واخدين بتاع يعني احنا الاثنين واخدين بتاع 20 كيلو سمك. عجينة الدود طبعا جابت نتيجة معايا هنا الحمد لله طبعا على اي حال. يلا واحدة كده على المباشر، ربنا كرمنا بسمكة كبيرة على وشكم. الله أكبر الله أكبر. هنكتفي بكده يا جماعة. ما شاء الله كان السمك كتير ولكن أحجامه معقولة. إن شاء الله انتظرونا في أقوى الفيديوهات في المكان ده بإذن الله. كان معكم أخوكم سامح الخالقة، قناة منوعات رحالة، قائمة تجعيد صيادين رحالة.
اتمنى ان انتم تدعمونا بلايك، وتحياتي ليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.